بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. هل يمكن تحصيل الراحة الكاملة في الدنيا؟ أن يكون الإنسان في راحة في جميع أبعاد حياته، هل يمكن تحصيل الكمال المطلق في هذه الدنيا؟ الجواب كلا، بل على الإنسان أن يضحي ببعض الأشياء في سبيل تحصيل أمور أخرى. يعني ما يمكن واحد أن يجمع الخير كله في كل ما يشتهيه وإنما يضحي بقسم لتحصيل قسم آخر. هذا ما يعبر عنه بقانون الأهم والمهم. هناك أمور مهمة عند الإنسان ولكنه يتركها لكي يأخذ الأهم. هذا القانون قبل أن يكون شرعيا قانون الأهم والمهم وقبل أن يكون عقليا هو قانون فطري يعني في فطرة الإنسان أنه يختار بعض الأمور المحبذة إليه ليكسب أمورا أخرى أكثر أهمية من تلك الأمور بل حتى الحيوانات عندهم هذا القانون تشوف الأم تدافع عن صغيرها في الحيوانات وان اصابها شيء من السوء هذا قانون ان الحفاظ على حياه هذا الصغير اهم من ان تمس بسوء بمقدار بعض الاحيان بعض الحيوانات لا حياتها اهم من حياه صغيرها اختبروا كما كتب في بعض المجلات اختبروا قردة وجعلوها في قفص من حديد مع صغير لها وأشعل النار تحت القفص أرضية القفص من حديد فهذه الأرضية بدأت تحتار القردة الأم حملت صغيرها كي لا يتأثر بالحك بالحرارة وهي بعد أن اشتد الحر أكثر كانت ترفع قدما وتضع أخرى كي لا يصيبها الاحتراق بعد أن ازداد الحر ولم يتحمل أخذت الطفلة وجعلته على الأرض ووقفت عليه لماذا؟ لأنها ترى أن حياتها أهم من حياة صغيرها فضحت به مع أن الطفل عزيز على الأم ضحت به لأجل الأهم وهي حياتها في فكرها إذا. قانون الأهم والمهم هذا موجود في الحيوانات موجود في فطرة الإنسان قبل أن يكون عقليا قبل أن يكون شرعيا الإنسان يحب الراحة طبعا أن يرتاح أن يلعب أن يترك المسؤوليات ولكن عندما يعارض الراحة المال لا تشوف يترك الراحة ويروح كل يوم ثمان ساعات يعمل يتعب يتصبب عرقا لتحصيل المال الراحة مطلوبة ولكن الأهم تحصيل المال قد واحد يعمل شفتيا في النهار يعني يمكن 16 ساعة يعمل لتحصيل المال يتعب يكدح لكي يكسب الأهم أو شخص يتعب يترك الراحة وملذات الحياة واللعب يذهب إلى الدراسة ليصبح عالما طبيبا، مهندسا، في أي مجال اللي يختاره، إذا يترك شيئا مهما الراحة ليكسب الأهم. هذا شيء طبيعي، وهذا موجود عند كل فرد، هذه الحالة. يترك المهم ليكسب الأهم. ترى الكثير، إذا كسب المال. المال مهم عنده، ولكن الأهم صحته وعافيته. هذا المال اللي تعب عليه لفترة طويلة إذا كان المفروض أن يصرف هذا المال ليكسب عافية شخص مريض مصاب بمرض خطير كل أمواله يعطيها للطبيب كي يرجع إلى العافية عند ابن مريض أعاذنا الله جميعا من ذلك عزيز عليه ابتلي بمرض خبيث والعياذ بالله يبيع بيته لسبعين سنة خمسين سنة تعب اشترى هذا البيئة وذاك المحل حتى يرجع عافية من يهتم لأمره هكذا كثير من الأحيان إذا العافية مهمة جدا وهي أهم من المال ولكن هذه العافية قد تكون مهمة يعني شوفوا هناك درجات إذا مو شيء مهم أهم بالنسبة إلى شيء أهم وبالنسبة إلى شيء آخر مهم. المال بالنسبة إلى الراحة أهم ولكن بالنسبة إلى الصحة مهم. والصحة هي مه... أهم بالنسبة إلى المال ولكنها بالنسبة إلى الدفاع عن العرض مثلا. الجيوش الغازية غزت بلادنا. واحد يشيل السيف ويروح يحارب. لماذا؟ يدافع عن وطنه. يدافع عن عرضه، هذا مهم، هذا اهم من صحته ومن حياته. الحرية قضية مهمة، ولكن إن كان ثمن الحرية عصيان رب العالمين. يكون السجن أحب إلي مما يدعونني إليه في مصر، يوسف، يقول يا رب لذلك يبقى هذا يوسف رمز من الرموز يفتخر به الكل يجعلونه اسوه يتبعونه لماذا؟ لانه اختار الاهم الاهم ان لا يعصى رب العالمين وان ذهب للسجن فالحريه التي ثمنها الذي ثمنها الذنب وعصيان الله هذه الحريه لا يريدها الانسان العاقل. وانما يختار السجن ويقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. الحياه ذليلا الحياه مهمه واحد يموت له ولكن يبقى في ذل خير ام الموت عن عز قال سيد الشهداء سلام الله عليه الا وان الشقي ابن الشقي قد ركز بين اثنتين بين السله والذله وهيهات من الذله له واحد يموت عزيزا هذا مرفوع الراس يحيا ذليلا لا هذا موت هذا موت في حياه الذل والحياه في الموت عن عز هذه قاعده كليه كل شيء يقدمه الانسان لحفظ حياته ولكن يعطي حياته لكي لا يصبح ذليلا هذه قاعده حتى الدول عندها مبادئ تضحي الشعوب، شعوب الدول تضحي بنفسها لاجل مبادئها، شعب من الشعوب عنده مبدا فشيء عزيز عنده، هذا يضحي بنفسه لاجل الحفاظ على ذلك المبدا. هذه قضيه فطريه عقليه قانون الاهم والمهم. الكلام ما دام اكو هناك مهم ولكن قد يكون اهم من هذا المهم، فيترك الانسان المهم ويتمسك بالاهم، ما هو اهم الاشياء الذي يجب ان يتمسك الانسان به ويضحي بكل شيء. يضحي بكل شيء ويتمسك باهم الاشياء، بعد هذا هو الاهم المطلق. ما عندنا اهم منه. المال كان اهما بالنسبه للراحه ومهما بالنسبه للصحه. هذه القضيه النسبيه. الاهم المطلق ما هو الاهم المطلق؟ اهم نعم الله على الانسان اللي يجب ان يتمسك به بكل ما اوتي من قوه في روايه ينقلها ابو يونس البزاز يقول: تلا علينا ابو عبد الله يعني الامام الصادق عليه السلام هذه الايه اذكروا الاء الله الامام الصادق ابو يونس يقول تلا علينا هذه الايه اذكروا الاء الله ثم قال اتدري ما الاء الله قلت له فقال هي اعظم نعم الله على خلقه أعظم النعم بعد ما كفى النعمة أهم من هذه النعمة أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا صلح. ولاية أهل البيت أن يكون الإنسان مواليا لأهل البيت سلام الله عليهم أعظم نعم الله على خلقه يضحي بكل شيء لأجل الحفاظ على الولاية في رواية أخرى ينقلها أيوب ابن الحر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أيضا يقول الإمام الصادق ما يضر أحدكم أن يكون على قلة جبل قمة الجبل واحد إذا يعيش على قمة جبل يعني شنو؟ يعني يترك أصدقاءه ويترك عائلته ويترك كل شيء يعيش وحيدا فريدا منعزلا عن الناس، الإنسان بطبعه اجتماعي طبع الإنسان مو أنه يعيش بانفراد وإنما يعيش في بيئة في مجموعة هذه طبيعة الإنسان جبلة الإنسان هكذا أن يعيش على قلة جبل، على قمة جبل. يجوع يوما ويشبع يوما، يوم جائع ما يحصل له طعام ياكل على قمة جبل، وهناك واحد يقدر يزرع شيء لا. يجوع يوما ويشبع يوما. ما دام محتفظا على، إذا كان له الدين. هذا الانسان اللي وحده على قله جبل اذا كان عند الدين هذا ما يضره ما يضر احدكم ذلك يعني واحد يترك كل شيء يضحي بكل شيء لكي يكسب الدين اذا هو متدين خليه يكون وحده على قل قمه جبل قمه جبل ما بيشكل ما يضر احدكم هذا مو ضرر لانك كسبت الاهم اللي يبيع بيته ويرجع عافيته ويشفى من المرض الخبيث مثلا هذا متضرر؟ لا يقول الحمد لله أنا في أهم نعمة وعزة وعافية لم أتضرر اللي يخسر كل شيء ويعيش على قمة جبل يوم جوعان ويوم شبعان هذا خاسر شيء لا يضر أحدكم هذا مو ضرر هذا نفع لأنه حفظ دينه تمسك بدينه هذا المهم إذن المهم أن نعرف ما هو اهم الاشياء لنتمسك به، لذلك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شرط استقامه اللي يقول ربنا الله الله يتركه خلاص انتهى في الجنه لا افتتانات امتحانات صعوبات مشاكل بس واحد لازم يبقى مستقيم ثم استقاموا فلا خوف عليهم في الاخره لا حتى في الدنيا هذا اللي عنده ايمان راسخ هذا ما يخاف هذا يعلم بان الله معه اقوى قوى الكون هذا دعم له هذا وكيل عنه وكيل له ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما يقول في الاخره لا خوف عليهم، حتى في الدنيا باطلاق الايه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه وبالنتيجه وين يروح هذا؟ الاستقام صبر على المشاكل الحكومة الظالمة تأتي وتعتقل وتعذب وتقتل ولكنه يبقى صامدا على أهم الأمور ولاية أهل البيت ما يتنازل عنه الولاية ما يخالف أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها بما كانوا يعملون هذا العمل اللي كان عنده سبب الخلود له في الجنة لذلك نشوف في مقام قانون الاهم والمهم اهم خلق الله منهم اهل البيت سلام الله عليهم عندما خلق الله الرسول صلى الله نور رسول الله صلى الله عليه واله وعلي وفاطمه والحسن والحسين عندما خلق انوار هؤلاء الخمسه الطيبه قال فتبارك الله احسن الخالقين الله على عظمته عندما خلق انوار هذه الخمسه الطيبه قال هذا احسن خلق اللي انا خلقته. يعني اجتمعت الكمالات في هؤلاء الخمسه، كل الكمالات. احسن نموذج يمكن يعني خلقه الله عز وجل، احسن نموذج خلقه الله عز وجل هؤلاء الخمسه. الحفاظ على هؤلاء الخمسه امر مهم، ولكن ما هو الاهم من ذلك؟ الرسول صلى الله عليه واله ضحى بنفسه، ما اوذي نبي مثل ما اوذيت، لماذا؟ لاعلاء رايه الله ولاعلاء كلمه لا اله الا الله. كسرت رباعيته في احد سال الدم من قدميه في مكه عندما رماه الاطفال بالحجاره. اوذي في نفسه وفي اهل بيته، ما اوذي نبي مثل ما اوذيت. الرسول صلى الله عليه واله ضحى بنفسه لاجل هدايه الامه. فاطمه الزهراء عليها افضل الصلاه وازكى السلام اللي هي محور الكون. هم فاطمه يعرف الله الملائكه يعرف المعصومين بها هم فاطمه وابوها وبعلها وبنوها جعلها محور التعريف. صحيح؟ ولكن فاطمه الزهراء سلام الله عليها ضحت بنفسها لإمام زمانها في سبيل استشهدت ولها ثمانية عشر سنة شابة يعني يعني الآن يمكن واحد يقول هذا العمر يعني عمر قليل جدا شاب صغير ضحت بنفسها وهي محور الكون لأجل ولاية أمير المؤمنين سيد الشهداء سلام الله عليه ضحى بنفسه وضحى بأهل بيته وبشبابه وبأصحابه ليخرجهم من الضلالة وحيرة الجهالة حتى ينقذنا إذا الحفاظ على الدين هذا أهم شيء يمكن للإنسان وهذا أكبر نعمة الله النبي عيسى العلام المجلس يذكر هذه الرواية في البحار نبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كان يمر هو كان سائح ما عنده بيت يفتر بين البلاد ويختار النماذج الجواهر اللآلئ ليكونوا من حواريه فكان مر بخربه فرأى رجلا أعمى أبرص مقعد مضروب الجنبين بالشلل كما في الروايه يعني حتى ايده مشلوله رجله مقعد مشلوله وايده مشلوله مضروب الجنبين بالشلل قد تناثر لحم وجهه من الجذام أعاذنا الله من هذه الأمراض الجذام ينتشر في البدن فيتناثر اللحم يصير حفر تدخل يصير الإنسان وجهه قبيح جدا يتناثر اللحم من بدنه وبعد فترة يموت زين هذه الأمراض الخمسة أو الستة أعمى أبرص مقعد مشلول اليدين وقد تناثر لحمه من الجذام وصاب بالجذام ويقول شوفوا الحمد لله ذاك المريض الواقع الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه الحمد لله اللي آني في عافية وفي نعمة كثير من الخلق ابتعدوا عن هذه النعمة والعافية فقال له عيسى يا هذا وأي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك. أنت بعد أنت مرتمس في البلاء يحيط بك البلاء من كل جانب من يمينك من شمالك من خلفك من فوق راسك من تحت رجلك شنو اللي عندك اللي تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وأي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك فقال يا روح الله فقال يا روح الله جواب هذا المجذوم اللي يموت يعني على وشك الموت بعد فقال يا روح الله اشكر الله على ان جعل في قلبي ما لم يجعله في قلب كثير من الخلق من معرفته اني اعرف الله اني اعبد الله ايش قد من الناس اللي ما يعرفون الله ما يعبدون الله هذه مو نعمه من الله ان اكون عبدا ذليلا خاشعا لله عز وجل هاي نعمه واحد ليش يغفل عن هذه النعم؟ ان يكون في بيئه شيعيه ان يوالي اهل البيت ان يكون في حب محمد وال محمد عليهم افضل الصلاه وازكى السلام. فقال النبي عيسى صدقت تصدق العذاب البدني الأمراض البدنية مو مهم تهون إذا حافظ الإنسان على دينه إذا عرف ربه تهون واحد يمكن يعطي أولاده لحفظ الدين يقدم كل غال ونفيس لحفظ الدين هذا جيد أهم الأشياء الدين امرأة سأرجع على باقي رواية النبي عيسى امرأة سميراء بنت قيس أخت أبي حزام فقدت ابنيها في أحد واحد مكبر ابنه وتعب عليه إلى أن صار شاب الآن في كبرة يخدم هذا الابن وإذا به يفقده بين عشية وضحاها مو واحد فقدت ابنيها فاتى اليها رسول الله صلى الله عليه واله في حرب احد معزيا اياها يعزيها بفقد ابنيها فقالت قالت كل المصائب تهون يا رسول الله ان كنت في خير وعافيه ما دام انت في خير وعافيه مو مهم انا ضحيت بابني ما بي ان كنت في خير وعافيه وبعد ذلك قالت هذا الغبار اللي على محياك على وجهك على لحيتك يا رسول الله، هذا الغبار اشد واصعب علي من فقد ابني. شوفوا هذه المعرفه هذه المراه تصل الى هذه الدرجه، تقول هذا الغبار اللي يعني انت الان مغبر تعبان، هذا تعبك اصعب على قلبي من فقد لولدي الشابين. هذه درجه عظيمه، منزله كبيره. المؤمن في روايه عن الامام الصادق عليه السلام اشد من زبر الحديد زبر الحديد يعني الحديد القوي ذاك الوقت ما كان فولاد يمكن الان اقوى انواع الحديد الفولاذ زبر الحديد اقوى انواع الحديد المؤمن اشد منه لماذا في الروايه الامام الصادق يقول لان زبر الحديد يتغير بالنار خليه بالنار تشوفه يذوب والمؤمن لا يتغير قلبه ابدا بكل انواع المحال يبقى صامد يبقى صابر النبي عيسى قال هات يدك هذا اللي شاف حلقة عنده يقين وقوة قال هات يدك فأخذ يده النبي عيسى كانت له قوة من الله عز وجل يبرؤ الأكمه والأبرص يشفي المرضى بإذن الله عز وجل فقال أعطني يدك فناولها يده هذا الرجل فشوفي في مكانه وكان أصحهم في بدنه وأكثرهم هيبةً. الله صلى الله على محمد وعلى محمد الله فأخذه معه وخرج صار أحد من حواري النبي عيسى خرج معه يتعبد معه إذن هذا شوفوا الإنسان لازم يختار العاقل يختار ما يبقى والاخره خير ما ابقى بس يحتاج الى استقامه وغير العاقل يترك ما يختار يختار الزائل دون الباقي اللذه لنرجع على الاهم والمهم اللذه الزائله تقدم على اللذه الباقيه يعني واحد مريض الطبيب نهاه عن الطعام اللذيذ قال انت خلال اسبوع ما لازم تاكل هذا الطعام اللذيذ الشراب اللذيذ زين؟ والا اصبت بمرض الى اخر عمرك. الانسان العاقل اللي يفكر هل يقدم اللذه الزائله؟ يعني الان يجي وياكل هذا الطعام اللذيذ والشراب اللذيذ وبعدين يتورط يتورط الى اخر عمره؟ لا الانسان العاقل ما يقدم هذا يكف نفسه عن هذا اللذيذ من الاكل والشرب لكي يختار الصحة هذا الإنسان العاقل أما الإنسان الأحمق هذا الذي يقدم اللذة الزائلة الزائفة على اللذة الباقية الدائمة هذا أحمق عمر بن سعد قال وما عاقل باع الوجود بديني قال مرك ملك الريد هذا وجود نقد الجنه هذا الدين مو معلوم اصلا اكو جنه يوم أكو اولا هو كذبه ما كان ملك الري وجود هو كان في كربلاء وين ملك الري؟ لما يرجع يمكن الخليفه اعطاه الملك يمكن ما اعطى من الذي قال بانه يفي؟ هذا اللي حاضر يقتل الحسين من قال يفي بوعده؟ فاذا ما كان دين ما كان وجود وانما كان دين ما كان نقد ملك الري مع ذلك قال وما عقل باع الوجود بديني هذا ما يفتهم كل العقلاء يبيعون الوجود بدين إذا كان الدين أهم هذا واضح الآن أنت تملك أرض أرض كبيرة واحد يجي يقول أنا أعطيك أبي أشتري منك هذا هذه الأرض بدي بريال مثلا نقد هذا النقد أعطي لك أو تعال بيع لي هذا الأرض خلال سنة أعطي لك مئات الملايين من الريالات وكلامه مضبوط يعني مو يكذب. طبعا، أي عقل يجي يبيع الأرض بريال نقد ياخذ ورا سنة ما ياخذ مئات الملايين من الريالات، هذا مو عقل. الجنة هذا وعد الله عز وجل ولا يخلف الله وعده. الله ما يخلف وعده. هذا شيء مسلم. عمر بن سعد ولم يأكل من حنطتها كما في في التاريخ. ما استفاد ايضا من ري حتى لو كان يستفيد ايش قد كان يعمر ألف سنه خلاص كان ميت قبل 250 سنه اذا هم ألف سنه كان يعمر وكان يبقى على ملك الري وكان ياكل العالم كله قبل 250 سنه كان بالتراب يود احدهم لو يعمر ألف سنه وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر الله الله ما يقول انه ما يعمر خليه يعمر خلي العلم يتطور الى درجه ان يصل الانسان الى ان يعمر الاف السنين هذا يزحزحه من العذاب الخلود في النار لا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها مليارات السنين في الدنيا لا شيء مقابل الخلود في الجنة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين خلود خلود ما إلى نهاية خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون شخصيتان عبيد الله بن الحر الجعفي. هذا شخص ترك الحسين في كربلاء. اختار ماذا؟ الحياه كانت حياته اعز عليه من نصره سيد الشهداء. شنو صار؟ خرج من كربلاء، الحكومه الجائره كانت خلفه تريد تقتله. فهو سنه عاش مو اكثر. وكان يفر في حاله فرار. واتى الى كربلاء على قبر سيد الشهداء سلام الله عليه. وخاطب نفسه فيا لك حسرة ما دمت حيا في أشعار معروفة يعني السنة عاشها بعد ذلك ألقى بنفسه في النهر لأنه العدو كان خلفه فمات شنو اللي حصل إيش ما حصل خسر الدنيا والآخر أما محمد بن أبي عمير هذا كان رجل طبعا استقامها نقطة انتم الان في منطقه يمكن كثير من المشاكل عليكم، المهم الاستقامه واحد لا يرضخ للظلم، يتعقل في التصرف ولكنه يعلم بانه بان له اعظم نعم الله عز وجل وهي الولايه. محمد بن ابي عمير هذا الرجل العظيم كان تاجر، عنده اموال كثيره جدا وكان فقيها وكان راويا من خيرة أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم سلام الله عليهما هذا الرجل في زمن هارون كان وكيلا للإمام يعرف الشيعة هارون العباسي لعنه الله اعتقله وقال له أعطني أسماء الشيعة الشيعة كانوا متخفين فهذا كان يريد يأخذ الشيعة ويقتلهم أعطني أسماء الشيعة رضخ لم يرضخ فالحكومة ضبطت جميع أمواله كل أموال اللي كان عنده هو تاجر كبير كان إيش قد واحد يتعب حتى يحصل فلوس خسرها بين عشية وضحاها لم يقبل بأن يذكر أسماء الشيعة في المناطق وكلاء الإمام كان ضربة قوية لو كان يصرح بأسمائهم ضربة قوية للتشيع وللشيعة ولأصحاب الأئمة سلام الله عليهم لم يرضخ فأخذ إلى السجن كان عنده تسعين كتاب أخته من الخوف كتب روايات روايات أهل البيت دفنت الكتب من الخوف بقى في السجن كذا سنة إلى أن اندثرت هذه المؤلفات تلفت بالتراب 15 سنة كان في السجن لم يتفوه بكلمة بعد ذلك كما في الرواية يذكرها الكتب الرجالية مذكورة أنه أخذ عاريا وكان يضرب بالخشبة الخشبة كانت خشبة طويلة فيها بسامير في الجانب الثاني اللي الجهة الحادة من المسمار خارج كان يضرب ألف خشبة ضربه وكان كبير في العمر ها استقى شوفوا عبيد الله بن الحر الجعف اللي يترك الحسين ويبقى في حسرة ويخسر الدنيا والآخرة وهذا الرجل العظيم اللي بقي خالدا كثير من رواياتنا عبره ولكنه لم ين... لم يتكلم وانما بقى صامدا فجلب لنفعه خير الدنيا لحسن ذكره والاخره في مقعد صدق عند مليك مقتدر نسال الله عز وجل ان يوفقنا للثبات على ولايه اهل البيت وعلى عقيدتنا ببركه الصلاه على محمد وال محمد